سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى كاملين تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم مره اخرى في القناه، وشكرا لكم، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على البارطاج ديالكم، وشكرا للناس اللي تيخلوا لي تعليق ديال التشجيع في القناه ديالي، وكذلك في النيميرو التليفون ديالي ديال الواتساب. وكيف ما تنقول لكم، راه النيميرو التليفون ديالي في الواتساب غتلقاوه في صندوق الوصف في الفيديو اللي تنحط لكم. اليوم البنات كيف ما قلت لكم، انا دايره لكم سلسله على ليزيكرون، يعني كل مره غنحاول انني نهضر لكم على نوع ديال ليزيكرون بالنسبه للبشره الجافه، بالنسبه للبشره المختلطه، وكذلك بالنسبه للبشره اللي تتكون حساسه، وبالنسبه للناس اللي ما تعرفوش يختاروا النوع ديال البشره، النوع ديال ليزيكرون اللي يجيو اليوم مع البشره ديالهم. اول حاجه البنات، اليوم غنتكلم لكم على دايلونغ، ماشي اللي فيها الليموني، هذه البنات اللي فيها الخضر. غنقول لكم اين بشره يمكن لها تصلح ليها، وشنو الفوائد ديالها والمكونات ديالها، والطريقه ديال الاستعمال ديالها. وحاجه واحده اخرى البنات، راني دايره لكم بزاف ديال لي زيكرون، تيسولوني على 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 دايلونغ اللي فيها لورانج، راه ديجا دايره لكم عليها فيديو، ودايره لكم فيديو على الترا فوتو الترا، دايره ديجا على على فيلورغا تنظن، دايره على بيوديرما، دايره على اوسيغا، اخر فيديو حطيته على اوسيغا. يعني راه دايره لكم بزاف ديال لي فيديو فلاشين، غتلقاوهم خاصين بالنسبه للواقي الشمسي. اول حاجه البنات، قبل ما نهضر لكم على دايلونغ، قبل ما نهضر لكم على هذه دايلونغ وانا بشره تجي معاها، اول حاجه البنات ليكرون، حيت علاش بغيت نقولها، لان تيجيو بزاف الوحدين، بزاف الاخوات تقول لك عطيني شي حاجه لاطاش وهي ما تديرش ليكرون. البنات راه اول حاجه خصنا نديروها ونختاروها، ونختاروها تجي لينا مع البشره ديالنا، هي واقي الشمسي. البنات راه واقي الشمسي راه اول حاجه راه تيحمينا من اشعه الشمس، ما تيخليش التصبغات تجي لينا في الوجه ديالنا، تيحمينا من البقع البنيه، تيحمينا من الكلاف، تيحمينا من التجاعيد، من الاسمرار ديال البشره. يعني راه شي حاجه اللي ضروريه للبشره، راه ما يمكنش تقولي انا بغيت شي حاجه اللي طاش وانت ما واخداش اكرو. ومن الاحسن، يعني نصيحه انا مني ليكم، راه كاينين دي زيكرون اللي تيكون فيهم الاسيد هيالورونيك بالنسبه للترطيب، بالنسبه للكلا، كاين دي زيكرون اللي تيكونوا فيهم اونتي طاش، كاينين واقيات شمسيه اللي التجاعيد كيف قلت لكم. انا بالنسبه ليا ناخذ كل حاجه بوحديتها، نقدر ناخذ اكرون اللي تكون نسبه الحمايه ديالها عاليه وتكون تجي ليا مع البشره ديالي، ونزيد معها واحد الكريم ديال ليطاش، ونزيد معها واحد الكريم ديال الليغيد، واحد الكريم ديال الترطيب. يعني ما تحاولوش انكم تاخذوا اكرون فيها كل شيء. نقدروا بعض المرات ناخذوا ليكرون اونتي طاش من تيكون عندنا مثلا تنتبعوا مثلا واحد التخاتمه، ولا تنتبعوا شي حاجه. يعني انا بالنسبه لي ناخذوا ما فيكم حتى شي حاجه، ما تقلبوش على ليطاش، ما تقلبوش على، خذوا بعدا غير تكون نسبه الحمايه ديالها عاليه وتكون تجي لكم مع البشره ديالكم، وراه غتشوفوا واحد الفرق كبير في البشره ديالكم. وكيف قلت لكم، البنيتات اللي صغارين من 17 18 عام، ما تبقاوش تقلبوا على لي زيكرون اللي تيكون فيهم اونتي طاش اونتي غيد، خدي غير شي حاجه اللي تحمي لك بوجهك. اما النساء اللي فوق من 30 40 بامكانهم انهم ياخذوهم، غير انا كيف قلت لكم تنفضل ان كل حاجه تكون تطلق كيف ما تنقولوا لحاجتها. يعني ناخذ اكرون الحمايه، ناخذ كريم ليطاش، ولا ناخذ كريم لي غيد على حسب الحاجه ديال البشره ديالي. مثلا شنو عندي انا، واش عندي ليطاش ولا باغا لي غيد ولا هكا. هذه اول حاجه. يعني البنات راه ليكرون شي حاجه اللي ضروريه، شي حاجه اللي ضروريه البشره ديالنا، ما تبقوش تقولوا لا ناخذ غير شي حاجه ليطاش وليكرون. راه الاشعه ديال الشمس راه تدخل لنا البيوت ديالنا. كاينين بعض الاخوات تقول لك تندير ليكرون فاش تكون خارجه، راه ما يمكنش، راه الضوء تيدخل لك من السرجم، تيدخل لك من باب لا تفتح الكوزينه. النساء راه اغلبيتهم تيبقاو في الكوزينه، يعني تنطيبوا واحد المده طويله تنبقاو في الكوزينه، راه هذيك الكوزينه راها كافيه انك تخليك ديري ليكرون وتعوديها، وديري ليكرون وتعوديها، حيت الفران، الطياب، البخار، يعني الله يجازيكم بخير البنات. ليكرون تعودوها كل جوج سوايع، كل ثلاثه سوايع، ما تقوليش انا خارجه ما غنديرهاش ولا انا ما عنديش ليها الوقت، راه هذه ضروري خصك ديريها. هادشي اللي بغيت نقول لكم في الاول ديال الفيديو. ندوزو دابا نتكلموا على دايلونغ. البنات هاد دايلونغ هادي ما كاينه ليمونيه وكاينه هاد الخضره. هذه البنات خاصه شنو النوع البشره يمكن لهم يديروها، البشره اللي مختلطه
والبشرة اللي تتكون حساسة، كاينين بزاف الأخوات عندهم حساسية من الشمس، يعني الوجه ديالهم تيتحسس، تدخل الشمس تتحمر ليها، تيوليو فيها تتسمر بالزربة. هاد ليكرون هادي البشرة كيف قلت لكم اللي حساسة، والبشرة اللي دهنية، والبشرة كذلك المختلطة، يعني الناس اللي عندهم هذاك المشكل ديال الحبوب، الناس اللي معرضة للبشرة ديالهم للحبوب كذلك يمكن لهم يستعملوها. راه كيف قلت لكم اللي وليتكم اوسيغان ديال اللي درت لكم فيديو السابق عليها، حتى هي البشرة الدهنية. انا نحاول كل مرة ندير لكم على بشرة، هذه البشرة الحساسة والبشرة الدهنية. البنات ما فيهاش الريحه، سون بارفان، يعني الناس اللي عندهم هذاك المشكل اللي تيديروا اكرون تتعطيهم هذيك الريحه وتتحرق لهم في 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 العينين ديالهم وتيبداو يدمعوا، هذه البنات ما فيهاش، يعني سون بارفان، سون بارابن، ايبو اليرجينيك، يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسيه يمكن لهم يديروها امنه، ما تخافوش منها. انا نكتبها لكم، انا نوريها لكم، هيا ايبو، هيا ايبو اليرجينيك، الناس اللي عندهم حساسيه كبيره من الشمس راه كاتبينها هنايا، وكذلك ايبر سنسيبل، يعني الناس اللي عندهم بشرتهم حساسه وبزاف. البنات ما فيهاش مواد اللي مضره للبشره، ما فيهاش مواد اللي تقدر تضر لنا البشره ديالنا، وفيها نسبه ديال الحمايه بلس 50، يعني فوق من 50، يعني راه الحمايه ديالها اللي جد عاليه، اللي يمكن تحمي لنا البشره من UVA و UVB. يعني البنات بالنسبه لي انا هذه البنيتات اللي تيكون عندهم اللي تيكون عندهم مشكل ديال الحبوب، هذه البنات ما تتسدش لينا المسام، ما تتسدش لينا المسام وما تتنوضش لينا الحبوب. يعني البنيتات اللي تيكونوا دايرين تريتمون ديال الحبوب راح تخرجوها اليوم اغلبيه لي دغماتو، ولاو تخرجوا هذه دايلونغ سنسيتيف. البنات الناس اللي عندهم مشكل تينوض لهم الحبوب في سن المراهقه، الناس اللي تيتسدوا لهم المسام وتينوض لهم الحبوب راها زوينه بزاف، لان هذا التكستور ديالها تتشربها لنا البشره، وكذلك البنات فيها واحد الماده اللي ما تتخليش هذيك لابغيونس في البشره ديالنا. كيف ما تنعرفوا الناس اللي عندهم مشكل ديال البشره الدهنيه وتتكون حساسه، تيكون تيخرجوا هذوك الافرازات ديال الزيوت، تتبان لك البشره ديالهم تتلمع. من تنديروها البنات هذه ما تتبانش البشره ديالنا تتلمع، تتبقى البشره ديالنا عاديه بحال ما دايره حتى شي حاجه، ولكن ما تتسدش لينا المسام، حيت كاينين كاينين دي زيكرون اللي تيقدروا يسدوا لينا المسام الا كانت البشره ديالنا جافه. اما البشره الدهنيه راه تتكون المسام ديالها مفتوحين، تفرز لينا بزاف ديال الدهون، يعني خاصنا شي اكرون اللي تجي لينا معاها واللي او ميم طون ما تسدش لينا المسام. هذه البنات ما تتسدش المسام، يمكن الرجال حتى هما يستعملوها لانها ما تتبانش، يعني اغلبيه ديال الرجال تيبغيو اكرون ولكن ما تكونش فيها هذيك اللمعه، ما تكونش هذاك يتبان بانك راك دايره مثلا واحد لي ولا دايره اللون ديالها، اللون ديالها تتشربوا لنا البشره ديالنا ما تيبانش كيف قلت لكم، وما تعطيناش هذيك لابغيونس في الفيزاج ديالنا. من تيشوفك شي واحد تتباني راكي بحال راكي دايره شي حاجه تتبريو هكا، لا هي تتبقى وجهك بحال ما دايره حتى شي حاجه، يعني حتى الرجال الا بغاو يستعملوها يستعملوها، زوينه بزاف البنات. ومن لي زيكرون اللي انا تنعطيهم كونساي كيف قلت لكم البنات اللي تتكون بشرتهم دهنيه، البنات اللي عندهم مشكل ديال الحبوب، الناس اللي عندهم مشكل وحساسيه كبيره من الشمس، راه كاينين النساء اللي تتكون عندهم امراض جلديه وعندهم هذا المشكل ديال الاحمرار في الوجه ديالهم، ديال ما تيقدروش على 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 اشعه ديال الشمس تدير لهم بزاف ديال المضاعفات في الوجه ديالهم. انا غنقربها لكم باش هكذا اللي بغى يسكرينيها يسكرينيها. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم، والى فيديو قادم ان شاء الله، واكرون جديده ان شاء الله، نوع اخر من البشره.